مدكور مستشار السيد وزير التموين، مساء الخير على حضرتك. مساء النور على حضرتك وعلى مشاهدي الكرام. التحديث توقيته الان ولا احنا من بدري كنا بنقول للناس وفجاه قلنا لهم لازم خلال اسبوعين تلحقوا والا البطاقه، وبالتالي الناس نزلت تجري كله الان البطاقه هتتلغي، واهميه التموين بالنسبه للناس؟ يمكن حضرتك من منبر حضرتك ومن اكثر من منبر محترم وجهنا رساله الى الساده المواطنين من اكثر من سنتين. نعم. وكان لي الشرف ان انا التقيت مع حضرتك ويكون نوهنا عن هذا الموضوع. أي. وسمحنا للساده المواطنين بالتسجيل وسجل عندنا ملايين من الساده المواطنين واصبحوا عارفين نتواصل معاهم ولينا معاهم مصداقيه اقدر انا بعرفه وهو بيعرفني من خلال الهويه الرقميه اللي هو رقم التليفون. كويس. بعض الساده المواطنين وهم ليس قله تغاضوا او غضوا البصر عن هذا الموضوع، فكان لزاما علينا ان احنا نخليها بشكل اجباري وذلك حفاظا على حق المواطن وتدقيق قواعد بيانات الدوله ومنها قاعده بيانات التموين اللي حضرتك لا يخفى على حضرتك ان انا عندي ما يقرب من 23 مليون اسره بتضم ما يزيد عن 73 او 72 مليون مستفيد خبز و64 مليون او 63 مليون مستفيد تموين. كويس. اللي انا عايز اوصله للساده المواطنين من خلال منبرك المسموع والمحترم ان اولا الخدمه مجانيه عشان ما حدش من الساده المواطنين يتعرض لاي حاجه. كويس. زي ما زميلي مدير تمويل الاسكندريه وضح في الدخل السابقه كل المطلوب من المواطن ثلاث بيانات فقط دون اي مستند. مش عايز مستند. عايز رقمه القومي، رقم البطاقه التموينيه، رقم القومي ده يبقى رب اسره لابد يكون رب الاسره. نعم. والبطاقه التموينيه اللي هو عليه رب اسره ورقم تليفون محمول مسجل باسم رب الاسره في اي شركه من الشركات الاربعه. لا نشترط شركه محدده. ولا نطلب من المواطن ان هو يتوجه، يمكن دي شكوى جات لي النهارده ان المواطنين بيتوجهوا للشركات المحمول عشان يجيبوا ورقه ان هو الخط ده باسمه. انا مش محتاج مستند. المنظومه تم ربطها من خلال المحول الحكومي الرقمي جي تو جي مع وزارة الاتصالات ومع الاربع شركات المحمول. بمجرد المواطن ما بيدخل الرقم القومي بتاعه وبيدخل رقم المحمول بتاعه في نفس اللحظة بتأكد ان هو صح او غلط وبرد على المواطن تم قبول طلبك او هذا الرقم غير مسجل باسم الرقم القومي الموجود ويعيد ادخاله. كويس. تم توجيه معالي الوزير لينا النهارده ان شاء الله بمجرد ما المواطن يسجل الرقم صحيح وينزل على المنظومه في خلال اقل من 48 ساعه ان شاء الله هتكون الرساله اتشالت من على بون الخبز، وده يدل ان احنا قابلنا رقمه والمواطن يطمن، عشان برضو زي ما زميلي مدير تموين اسكندريه نوه ان ممكن نبعت على الواتساب فالمواطن ممكن يصيبه شيء من القلق ان انا ما اتسجلش او حصل اهمال في الادخال. لا خالص. انا هريحه ويديني بس 48 ساعه من تاريخ تقديم الطلب. انا هكون شايل اسمه من على البون. ده توجيه دكتور علي النهارده سياده الوزير دكتور علي. كويس. ووجه بكده ووجه كمان طبعا زي ما حضرتك عرفت بزياده المده وان عندنا المده الى 30/6 القادم. كويس قوي. ده هيريح الناس. طيب ازاي نقضي على المشاهد اللي هي موجوده النهارده؟ نقضي عليها ازاي وما تبقاش موجوده تاني؟ هنعمل ايه؟ اولا زي ما قلت لحضرتك احنا هنفتح موقع اداره دعم مصر في يعني قبل نهاية الأسبوع. هتكون الموقع شغال بيستقبل من السادة المواطنين في البيت، هو قاعد في البيت ممكن يعملها من خلال أي مكان متصل بالإنترنت. هيستطيع أن هو يقدم هذه الخدمة. المواطن يستطيع أن هو يقدم الخدمة من أي مكتب على مستوى الجمهورية بالكامل. ما عندناش اي مشكله لان ده بيان عام وليس بيان متخصص. يعني مش لازم يروح مكتب تابع بطاقته او عنوانه، اي مكان يعني يروق للساده المواطنين. كويس. ما هم يتوجهوا لي يتوجهوا وزي ما بقول لحضرتك وهو موجود بيتقبل. الزملاء في مكاتب التموين لو لقوا عندهم الزحام ما مش لازم يوقف المواطن لغايه لما يسجلوا الطلب. مجرد ياخد منه الثلاث اوراق دول. ايوه.
ومواطن بالسلامة يشوف يرجع لعمله أو لقضاء مع مصلحته. نعم. ويتم تسجيل الكلام ده على المنظومة، والمواطن هيطمن زي ما قلت لحضرتك في السابق بعد 48 ساعة يلاقي اسمه اتشال. طيب عمرو بيه، بصراحة بعض الناس النهاردة من خلال الصلاة أو الكلام معهم أنه في بعض الناس عندها مخاوف، قالوا بياخدوا بياناتنا عشان يقللوا او يلغوا او يعملوا اجراءات ضدنا، مدى دقة هذا الكلام او ترد على هؤلاء ازاي بايه؟ يمكن حضرتك ومشاهدينك الكرام عارفيني كويس، وان انا عمري ما قلت للسادة المواطنين اي حاجة فيها خداع او تحتمل الخطأ. ايوه. لن يضار اي مواطن من تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بطاقته، بل بالعكس سيستفيد. والكلام ده انا قلته قبل كده من اكتر من مره من سنتين فاتوا. بالعكس المواطن هيستفيد، انا في عندي خدمات موجوده على موقع دعم مصر ومصر الرقميه الاستعلام عن رصيده، هو صرف قد ايه خبز وصرف قد ايه تموين. الخدمه دي ان شاء الله بمجرد اكتمال الارقام هنخليها اختياريه للمواطنين، ان هو ممكن انها زي البنك كده، اول ما حضرتك تصرف ابعت لك رساله ان حضرتك صرفت قد كده خبز او قد كده تموين. كويس. وده بيمنع تلاعب القله من اللي بينتهزوا الفرصه وبيقول للمواطن تم الوزاره نزلت من عندك مواطن او دعمك قل او بعض البروتوكولات اللي بتتم مع زي مصر الخير مثلا، ويمكن اجزاء كتيره من الساده المواطنين مصر الخير حابه تبعت لهم جزء من مساهمتها الخيريه في شهر رمضان الكريم. وبعتنا للناس على الموبايلات وتعذر لان انا ما عنديش ارقام موبايلات ناس، فبالتالي ممكن يكون نزل له المبلغ وما عرفش ياخده. في خدمات كثيرة ننوي أنهن نديها للمواطن استفتاء رأي، أخلي المواطن يستطيع أن هو يقول لي مثلا أن الفرن المكائن في الحتة الفلانية الخبز بتاعه سيء، يبقى هنا الموضوع بالنسبة لي هناك مصداقية أن جاي من مواطن أنا عارفه وليس من خلايا نائمة ولها أهداف أخرى. فأنا في الحالة دي بطمن المواطن، تفاعل مباشر مع المواطن اللي بياناته عندي، اللي هو بسميه بالبلدي كده الزبون بتاعي. ان لازم يبقى مبسوط ولازم يبقى مستريح بريح. واكرر لن يضار مواطن بتسجيل الرقم الهاتف المحمول بتاعه، لا حذف ولا غيره. يا فندم طب انا برضه معلش يا دكتور، انا عايز ارد على المخاوف اللي عند الناس النهارده. انا هريح حضرتك، اتفضل. انا مش رابط دلوقتي مع الجميع الجهه الحكوميه، ولما حضرتك بالمواطن ببعت التليفون بقول له صح ولا غلط. طب انا مش قادر ان انا اعرف كل مواطن عنده تليفون ورقم التليفون ده ايه، ولكن ده كلها موجودة. لكن ده انتهاك لخصوصيه المواطن. تمام. فلذلك انا بقول المواطن هو اللي بيدلي لي برقم الموبايل اللي هو عايز يستخدمه في خدمات التموين. اذا لو حضرتك تفتكر من حوالي 2019 لما حبينا نشيل الناس اللي بتستهلك محمول، هل احنا احتاجنا ناخد الارقام من الناس ولا الارقام دي لقيناها عندنا عندكم بالظبط؟ فاذا انا مش انا ما عنديش حاجه خفيه. ووزاره التموين في الخمس ست سنين اللي فاتوا لم يتم التدليس على المواطن في اي شيء نهائي. بالعكس احنا واضحين جدا. بقول له انت هشيلك عشان عندك عربيه 2018، ولو ما لو انا غلطان قول لي. هشيلك عشان مرتباتك كان قبل ما اشيله. ولما في 19 شلناه بعتنا له قلنا له انا شلتك عشان سبب 1 2 3 وهات لي مستندات رجعك. كويس. نحن صادقين تماما وليس لدينا اي نيه للتدليس على المواطنين. عظيم. يعني اللي بيتعمل النهارده التحديث ده نقدر نقول عليه ده في مصلحة المواطن اللي بيستحق هذا الدعم او بياخد العيش او بياخد التموين. 100% كلام حضرتك مظبوط. نعم. احنا بيكلفنا هذا الامر فلوس قد ايه؟ الموازنة او الدعم او للناس لل 23 مليون اسرة او 73 مليون عيش او 84 قد ايه؟ احنا بنتكلم في الفرد بياخد تقريبا 50 جنيه تموين. ايوه. رغيف الخبز النهارده وصلت تكلفته لحوالي 70 قرش ويمكن اكثر كمان في ظل ارتفاع سعر القمح وما الى ذلك. 70 قرش دلوقتي الرغيف؟ يعدي 70 قرش طبعا. انا طبعا انا مش متخصص في النواحي الماليه. أيوه. جدا، ولكن أيوه. انا بتكلم بصفه عامه او بيعدي 70 قرش حاليا. فالمواطن يعني تقريبا المواطن بياخد دعم على رغيف الخبز فوق ال 65 قرش على الرغيف الواحد. الرغيف الواحد
كل ده لما انا ابدا اضبط قاعده البيانات وابدا اشوف المواطن اللي بيستهلك مثلا خبز بشكل غير طبيعي او بيقفل معدله وما بياخدش نقاط اتناقش معاه، قد يكون هناك من يتلاعب بحصته. وجود تواصل ما بيني وما بين المواطن هيزود للمواطن مصداقيه وهيزود للمواطن مجموعه من الفوائد تمنع التلاعب بحقه وتضمن لي بشيء من الشفافيه وصول الدعم المستحقين. عظيم. دلوقتي انا كمواطن معايا بطاقه رحت اصرف بيها انا 4 افراد، جات لي رساله ان انا صرفت 5، هنا يقدر المواطن يعرف انه في حد صرف زياده او انه حصل تزوير او حد استفاد من بطاقته؟ الى الان الخدمه دي طبعا مش موجوده لان احنا لا نملك قواعد بيانات التليفونات المستهلكه. ان شاء الله لما نبدا الخدمه دي موجوده فعلا على موقع دعم مصر ومصر الرقميه، يعني مثلا من حقه يخش يقول اخر صرف ليا كان امتى وصرفت حصه قد ايه ومتبقي لي بالدعم قد ايه، بديله زي تقرير كامل كده زي بتاع البنك بخصوص حصته في الخبز وحصته في نقاط الخبز وحصته في التموين. ان شاء الله من المستهدف بمجرد ما نخلص هتبقى في خدمه اختياريه ان المواطن ممكن ابعت له رساله كل اول صرفيه او كل حركه صرف عنده. كل الكلام ده طبعا زي ما حضرتك عارف هيعلي المصداقيه او الشفافيه مع المواطن. نعم. احنا هنا بنقفل الباب قدام زي ما بقول كده ضعاف النفوس بالاجراءات ديت. فنم الحوكمة باستخدام الحاسب الآلي هي أحد وسيلة مكافحة الفساد بدون الدخول معه في مواجهة مباشرة. أنا بقفل على المواطن حتى لسه لم يرتكب فعل ونفسه ضعيفة، فأنا بقفل عليه هذا الكلام تماما وبحمي من نفسه وبحمي الآخرين من شروره من خلال الحوكمة. يعني هنا نقدر نقول للمواطن بعمل اجراء عشان يحميه ويحميه ويحمي كمان يعني الدعم اللي الدوله بتديهوله. انا الدوله محتاجه ان هي توصل الدعم لمستحقيه وتزيد ايضا من اصحاب الدخول الضعيفه والمتوسطه والاولى بالرعايه لان هم دول يستحقوا، لكن الموارد محدوده فلا بد من ان انا اعرف عميلي او اعرف زبوني عشان اقدر اخدمه بالشكل الكامل. طيب دكتور عمرو، بنتكلم النهارده سيادة الوزير دكتور علي مد المهله حتى نهايه شهر يونيو القادم، وبالتالي انه مش مطلوب النهارده تكدس على المكاتب زي ما حصل اليوم. بالظبط يا فندم كده، يعني الموضوع يتاخد بهدوء. وزي ما قلت ان انا بناشد برضو الساده المواطنين وزملائي في مكاتب التموين ان هو ما يخليش المواطن يقف قدامه كتير، هو ياخد منه البيان ويصرف المواطن بحيث ان هو يشوف مصلحته ما يتعطلش والسيستم شغال يبدا يدخل الارقام ببساطه ان الموضوع لا يتعدى 30 ثانيه والمواطن بيعرف بعدها 48 ساعه ان هو قبل طلبه او لا قدر الله في حاجه بتوجه تاني للمكتب، ممكن يكون رقم التليفون هو فاكر ان هو باسمه بس هو مش باسمه، او ان هو زي ما بيسميه خطوط شركات اللي هو بيبقى فيه وسيط او ما الى ذلك، يعني ممكن تبقى مثلا شركه معينه جايبه لعملائها خطوط فتبقى الخطوط كلها مش باسمائهم باسماء الشركه. فالحاله دي طبعا مرفوضه، لابد ان هو يكون بيسجل شخصي تليفون شخصي باسمه. هل هندخل ناس جداد؟ يعني هنضيف ناس جداد على لقوائم البطائق وصرف العيش والتموين؟ حتى الان لا توجد ميزانيه لذلك لاضافه الافراد جدد، ولكن هناك القرار الاستثنائي 178 المعدل بقرار 62 جاري حاليا الرابط مع جميع الجهات عشان حتى ما بقاش المواطن بيعمل كساعي بريد لدى الحكومه، هات لي ورقه من هنا وهات لي ورقه من هنا. ايه القرار ده معلش تقوله لنا ايه تفسيره؟ ده القرار 78 لسنه 2017، قرار قديم. اللي احنا بنتكلم فيه ان هي الفئات الاولى بالرعايه المراه المطلقه والمعيله والارامل والحائزي دول واخدين استثناء تكافل. دول واخدين استثناء تكافل وكرامه ذوي الهمم دول كتير عددهم؟ دول اللي بيتقدم منهم من خلال وزاره التضامن مباشره بنطلع له الطاقه، لكن هي الخدمه ده في اي وقت يتقدم في اي وقت؟ هي الخدمه حاليا متوقفه لان احنا بنربط بقى مع وزاره التضامن وبنربط مع وزاره الماليه وبنربط مع وزاره الداخليه ومع محكمه الرؤساء، المحاول الحكومي الدوله كلها بتعمل على قدم وساق مع بعض ان هي تتكامل
في دايره مغلقه علشان نقفل. اولا نقلل المجهود على المواطن ان هو يشتغل ساعي بريد واقول له عايز اروح اكلي ورقه من هنا وهنا ومن هنا، انا بجيب له الورق اللازم وبتاكد من صحته. تاني حاجه ان انا بقضي على ضعف النفوذ زي ما حضرتك سميتهم، لا في ان هو ممكن يتقدم باوراق فيها اي نوع من انواع التزوير او ما الى ذلك، فانا بقفل الباب وبالتالي بقدر اوصل للمستحق بشفافيه وبسرعه. دكتور عمرو مدكور بشكرك شكرا جزيلا، مستشار سيد وزير التموين كل التحيه لحضرتك.